والآن سمعنا بهذه الوقت الطلابية الجميلة إلى أرواح شهداء تظاهرات 25 أكتوبر وإلى جميع أرواح شهداء العراق وخصوصا إلى روح الشهيد البطل المناضل فاهم الطائي. واليوم هو يوم 40 نقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. شباب والآن الجميع كل من يحمل العلم العراقي يرفعه وكل من يرفع ايده ويردد ويا النشيد الوطني.